صهيب القاسم مراسل شبكة شام الإخبارية، أهلا بك سيد صهيب. نريد أن تطلعنا على آخر وأبرز التطورات الميدانية في دمشق الآن وريفها، تفضل. طبعا يعني أبدأ الآن من ارتفاع لحصيلة وتيرة الشهداء إلى هذه اللحظات. أصبح عدد الشهداء تقريبا في الريف الدمشقي حوالي 12 شهيدا موزعين على كافة مناطق ومدن الريف الدمشقي. مع الضمير الشامل يعني قبل ساعات عثر على جثتين لجنود تم إعدامهم ميدانيا على محاولتهم للانشقاق، وقد تم قتلهم بطريقة الشرخ. يعني هذا الأمر المفزع، يعني أصبحنا بعد الذبح بالسيكاكي كذلك هناك طريقة شرخ ابتكرها النظام للتنكيل بشعبنا السوري. كذلك في يعني منطقة فرش عرب قد استشهاد عمار عباس البارحة، والمقاتلات الحربية من نوع ميج 23 تطلق صواريخها فوق كافة مناطق الغوطة الشرقية، وكذلك الطيران المروح برشاشاته لم يهدأ منذ الصباح إلى هذه اللحظة. طيب سيد صهيب، ذكرت طائرات ميج، وبحسب شبكتكم أيضا ورد الخبر بأن الطيران ميج تشن فوق مطار تفتناز في إدلب إذا اتجهنا الآن شمالا، يعني هل من جديد بشأن المطار هناك؟ نعم، النظام بدأ باستخدام نوع هذه الطائرات. لاحظنا بعد سقوط طائرة الهليكوبتر قبل أيام، يعني هذا النوع من الطائرات يستخدم فعلا في الحروب الحقيقية. الآن تدور الطائرات في كافة أنحاء الغوطة الشرقية وفي إدلب في تفتناز. يعني شاهدنا كيف تم الهجوم على هذه المنطقة العسكرية من قبل الجيش، يعني وكيف الطيران يحلق فوق سماء هذه المنطقة. المقاتلات الحربية الآن تدور فوق سماء الغوطة الشرقية، فوق سماء زملكة وعربين ومديرة ومسرابة وحرشتا وكفر بطة وجسر وحموريا دمع هذه الطائرات، والمنطقة تشهد حالات نزوح كبيرة جدا وتعاني من أزمة إنسانية. طبعا يعني أعداد الشهداء في تزايد إلى هذه اللحظات. في بلدة مسرابة، يعني بلدة مسرابة عشرات الانفجارات نزلت هذه البلدة ناتجة عن إطلاق قذائف من السكن الواقعة بين مسرابة وحرستة ودومة منطقة الهوجة، ولتسقط مناطق متفرقة من البلدات المجاورة. كذلك في الريف الدمشقي في عربين، يعني قصف عنيف جدا في عربين يعني بقذائف المدفعية استهدف كافة أنحاء المدينة وتحليق كذلك قصير جدا لهذه الطائرات. كذلك في قفر بطنة يعني قصف عنيف في هذه البلدة، وفي مديرة كذلك أصوات القصف تسمع من المناطق المجاورة، وفي مديرة كذلك ورغم حركة نزوح جماعي من أغلب مناطق الغوطة. نعم سيد صهيب، أشكرك جزيل الشكر عبر الهاتف.